حفل ثالث يوم العيد من مسرح الصوت والضوء، النجمة أنغام. هذا هو الفيديو اللي نشرته أنغام على صفحتها في إنستغرام للإعلان عن حفلتها في ثالث أيام عيد الفطر على مسرح الصوت والضوء، واللي بيتم بثها الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة على شاشة إحدى القنوات التلفزيونية المصرية، وطبعا هذا بهدف إسعاد الناس وعشان يحسوا بفرحة العيد خلال هالظروف. وطبعا في تعليقها على البوست أنغام عبرت عن فرحتها الكبيرة إنها تحتفل بالعيد مع جمهورها والناس اللي بيحبوها، وده طبعا من خلال الحفلة اللي هتكون بقيادة المايسترو هاني فرحات. والبوست تفاعل معاه عدد كبير جدا من الناس والنجوم اللي رحبوا طبعا بالفكره، ومنهم صديقتها زينه ولطيفه وكمان نداء شراره اللي عملوا لايك على البوست. طبعا مثل ما خبرناكم من يومين ان الاحتفالات بالعيد هاي السنه رح تكون افتراضيه بسبب ظروف ازمه كورونا وقواعد التباعد الاجتماعي، فمو بس انغام هي اللي رح تكون عند حفله بالعيد، الجمهور كمان رح يستمتع بمشاهده حفلات غنائيه مباشره مع اشهر نجوم الغناء العربي اللي تم الاعلان عنها. فتحت عنوان معايدين معاكم، هتقدم الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع روتانا والمكتب الفني في مجموعة MBC 4 حفلات غنائية أونلاين على مدى 4 أيام. نجوم الغناء في حفلات غنائية مباشرة من بيوتهم، استمتعوا بحفلات العيد على شاهد VIP. والبداية مع ماجد المهندس يوم 25 مايو، ومحمد عبده بتاريخ 26 مايو، وراشد الماجد بتاريخ 27 مايو، وآخر يوم لنجوى كرم بتاريخ 28 مايو. ونجوى أعلنت أكثر من مرة على حسابها على إنستغرام على الحفل، أولهم بصورة بتجمع الأربع نجوم، وبصورة تانية إعلان عن موعد حفلها، واللي كتبت عليهم كونوا معنا على شاهد VIP حتى نعيد كلنا سوا. نانسي عجرم كمان أعلنت بفيديو ليها على حسابها الرسمي على إنستغرام عن حفلتها في العيد اللي هتكون تحت عنوان أمل بلا حدود، وهيتم بثها عبر القناة الخاصة بنانسي على يوتيوب يوم الثلاث اللي جاي، وهتكون الساعة 8 بتوقيت السعودية. لأنه العيد السنة غير، احضروني بسبيشال كونسرت لايف ب 26 الشهر تنكون سوا بالظروف الصعبة اللي عم نقطع فيها ونغير شوية جو. كمان تامر حسني نشر بوست عنده على إنستغرام بيعلن من خلاله احتفاله مع الجمهور بأول أيام عيد الفطر، وده من خلال حفل أونلاين هيتصور في مسرح الصوت والضوء. وكتب تامر في البوست أن الحفل هيتحقق من خلاله تبرعات لمتضرري وباء الكورونا. أنا عارف أن الملائكة يا حبيبتي، يا حبيبتي ما بتتشاف. كمان أعلن تامر عاشور على تويتر عن استعداده لإحياء حفل أونلاين في عيد الفطر المبارك، ودي هتكون تاني حفلة أونلاين ليه بعد حفلته في مارس واللي كانت أصداءها كبيرة، ووصل عدد مشاهداتها على قناته على يوتيوب أكتر من 1,700,000 مشاهدة. وونستك علينا كان عنوان لمجموعة من الحفلات الأونلاين اللي هيقدمها المجمع الثقافي من أبو ظبي عبر قناته على يوتيوب في العيد، وأولهم حفل قازم الساهر بتاريخ 24 مايو. وفي اليوم التالي حفل حسين الجسمي اللي هيكون بتاريخ 25 مايو. والحفلتين هيتم بثهم مباشرة الساعة 8 مساء بتوقيت الإمارات، وبتكمل فعاليات احتفالات عيد الفطر بأبو ظبي بلايف مع فايز، واللي هنشوف فيه فايز السعيد ومجموعة حفلات هيشارك فيها يارا، وليد الشامي وبدر الشعيبي. أما من الشارقة فحفلات مسرح المجاز كمان هتكون أونلاين خلال أيام العيد، فبتاريخ 25 مايو هيكون حفل محمد الشحي، و26 مايو حاتم العراقي، و27 مايو حفلة يارا.
الحفلات هيتم بثها مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للمسرح لمدة 3 أيام من الساعة 9 مساء. وآخر أخبار الحفلات شفناها مبارح لما فاجأت داليا مبارك جمهورها بتويت وكتبت: تخيلوا أنا وعايد بحفلة في العيد. ورد عليها عايد بتويت: أنا جاهز. ومن بعدها شفنا البوست الرسمي للحفل واللي هيكون ثالث أيام العيد بتاريخ 26 مايو الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، واللي هيتم بثه على يوتيوب.